السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في الفيديو الثاني ديال القسمة الأقليدية بالنسبة للمستوى الخامس. اليوم إن شاء الله نشوفوا التمارين اللي عندنا في الصفحة 40. يعني في التمرين الأول قال لي أو لا في التمرين الثاني، أحدد المتساوية التي لا تمثل قسمة أقليدية دون وضع العملية وأعلل جوابي. مزيان، إحنا شنو كنا قلنا؟ فاش كتعطيني متساوية خصني نركز على جوج الحوايج، على الخارج وعلى الباقي. خصني نقارنهم، خصني نقارن الباقي مع المقسوم عليه. يعني كنركز على المقسوم عليه والباقي. مثال هنا عندي هذا المقسوم، المقسوم عليه خارج الباقي، كنقارن هذا اللي هو المقسوم عليه مع هذا. يعني عندي 9 كبر من 2، يعني هنا مزيان، هذا خصو يكون صغر من هذا. مزيانه هذه. بالنسبه لهذه عندي 24، هنا 25، 24 وهنا 25. إذن هذه راه ما كتمثلش ليا قسمة أقليدية. علاش؟ لأن الباقي أكبر من المقسوم عليه. اتفقنا؟ هنا عندي 42 وهنا 63، إذن راه باقي شحال؟ باقى 42، هنا باقى شي 42 أخرى. إذن هذه أيضا ما كتمثلش ليا قسمة أقليدية. علاش؟ لأن الباقي أكبر من المقسوم عليه، وحنا كنقولو الباقي خص يكون أصغر من المقسوم عليه. تمرين 3 قال لك احدد الخارج المناسب لكل قسمه دون اجراء العمليات واعلل جوابي في الدفتر. مزيان، بالنسبه لنا عندي 592 قسمه 8. يعني هنا عندي رقم واحد الا ضربته في 7 كيعطيني غير جوج الارقام، وكاين هنا عندي ثلاثه الارقام. يعني غناخذ 74 وغادي نجربوها. يعني حيت قال لي علل في الدفتر، يعني خصني ندير العمليه في الدفتر ديالي باش نشوف. عندي 59 شحال فيها من 8؟ فيها 7، 7 في 8 كتعطيني 56. مزيان، 9 ناقص 6 كتعطيني 3، 5 ناقص 5 0، كنهبط هاد الجوج هادي كتولي عندي 32. il contient combien de 8؟ 4، 4 x 8 c'est 32. je fais la soustraction, la soustraction c'est 20. voilà, ça c'est pour la première. الدوزو الثانية شنو عندي؟ 1980 قسمة 9. إذن هنا عندي إلا خديت في 22 غتعطيني بريسكو ما يعني ما تعطينيش هادي إكزاكت. إذن نشوفو، شوفو ديال 220. إذن هنا غادي نشوف هنا 19 80 ديفيزي بار 9، يعني عندي هنا 19 فيها جوج، جوج في 9 هي 18، 9 ناقص 8 واحد، واحد ناقص واحد 0، كنهبط 8، 18 تاني فيها جوج، جوج في 9 هي 18، 0 0 كنهبط 0، 0 شحال فيها من 9؟ فيها 0. إذا 0 في 9 0 كتبقى ليا 0. دائما ملي كنهبط واحد العدد منها واخا يكون نقدر نتعود بحال 0، هنايا خاصني ضروري ندير هاد القضية هادي. قال لك هبط 0 تيقول صافي راه صغر من 9 صافي ما نحط والو هنا. لا، إذا هنا كاين 220. العملية الأخيرة لأن عندي 9 فوق 522، لأن هنا غيكون عندي 207، تكون عندي 207، عندي 9522 مقسومة على 46، 46. مزيان، هنا غناخدو هنا. إذن عندي 9 شحال فيها من 4؟ فيها جوج، جوج في 6 12، جوج في 4 8 زائد 1 9، إذن هنا عطاتني 92، 5 ناقص جوج عطاتني 3، 9 ناقص 9 0، كنهبط جوج. 32 شحال فيها من 46؟ هنا فيها صفر. علاش؟ حيت 32 صغر من 46، صفر في 46 كتعطيني صفر. إذا تبقى لي هنا 32، كنهبط هاد الجوج هادو، تولي عندي 322 فيها 7، 7 في 6 42، 7 كنحتفظ ب 4، 7 في 4 28 زائد 4 كتعطيني 32، 0 0 فوالا. إذا ها هي عندي 207 كيف ما قلت هنا. شوفوا دابا في التمرين رقم 4، أتمم إنجاز العملية الأولى ثم أنجز العملية الثانية على نفس المنوال. إذن هذه هي العملية الأولى، 9 شحال فيها من 7؟ فيها 1، 1 في 7 7، 9 ناقص 7 2 كنهبط 4، 24 شحال فيها من 7؟ عندي 7 في 4 كتعطيني 7 في 4 28، يعني 7 في 3، 7 في 3 كتعطيني 21، 4 ناقص 1 كتعطيني 3، جوج ناقص جوج كتعطيني صفر، كنهبط 6، 36 شحال فيها من 7؟ 7 في 5، 7 في 5 كتعطيني 35،
هنا كتعطيني واحد هنا صفر. كان انصايب هذه التاهي على نفس الشكل ديال الهندي 34 شحال فيها 3 صغار من 21 دابا ناخذ 34 فيها واحد هي 21 4 ناقص 1 كتعطيني 3 3 ناقص 2 كتعطيني 1 مزيان غنهبط الجوج غتولي عندي هنا 132 شحال فيها من 21 اولا بالاحرى 13 شحال فيها من 2 فيها 6 كنجي انا كناخذ هنا هذيك هاد القضيه كتقربني للعدد اللي بغيت كنجي هنا كندير في الوسخ 6 في 21 هنا 6 12 126 مزيان ديال هنا غادي ناخذ 6 كتعطيني 126 6 ناقص 2 لا يمكن ديال 6000 ولا 9000 12 ناقص 6 هي 6 3 ناقص 3 0 1 ناقص 1 0 كنهبط دابا 7 تولي عندي 67 6 فيها 3 3 3 في 1 3 3 في 2 6 لان تبقى عندي 4 0 شوف معايا الباقي صغر من المقسوم علي مزيان ندوز نشوف العمليه اولا التمرين رقم 5 اذا عندي هنايا اتمم حساب الخارج العشري المقرب ثم انجز العمليه الثانيه على نفس المنوال اذا هنا اشنو عندي عندي 34 52 صغير غناخذ ثلاثه الارقام هنايا كان عندي هنا 6 في 2 غتعطيني 12 6 في 5 تعطيني 30 زائد 1 هي 31 5 ناقص 2 3 4 ناقص 1 3 3 ناقص 3 0 انا هبطت 7 هنا عندي 337 ركزوا معايا اش كندير غنخفي 2 هنا وغنخفي 7 هنا 33 شحال فيها من 5 فيها 6 كنجربها هنايا 6 في 2 12 6 في 5 اذا نفس الشكل تعطيني 312 بحال ما هذا الشكل هذا اذا مزيان لان هذه قيمه تقريبيه احنا نجربو نقولو بلي هذاك الشيء كنديرو حنا خطا نجربو هذه هنايا 14 وهذه تعطيني 35 36 364 عندي هنايا غير هذا لان غناخذ 6 اللي هي 312 ونصايب العمليه ديالي 7 ناقص 2 هي 5 3 ناقص 1 2 وهنايا 0 نهبط هاد الصفر ولكن قبل ما نهبط الصفر شوف اش كندير اش دايرو خصني نجيب الفاصيل هنا باش يمكن لي نهبط هاد الاصفار تولي عندي 250 250 شحال فيها من 52 يعني اشنو غندير نخفي هاد الصفر ونخفي هادي 5 شحال فيها من فيها 5 5 في 5 اذا غناخد 52 مضروبه في 5 ونجربها 5 في 2 هي 10 5 في 5 25 1 26 اذا غناخد قل لنا ناخد 4 4 في 2 كيعطيني 20 2 كنحتفظ ب عذرا 4 في 2 8 كنعتذر انا مشيت على ديت 5 ثم 4 في 5 كيعطيني 20 هي 208 كنحاول نعاود انسيستي عليها باش ما نغلطش اذا هنا 8 هنا 20 اذا هي هذيك 0 ناقص 8 ما يمكنش اذا نتسلف ونر 9000 10 ناقص 8 كتعطيني يا سيدي 2 5 ناقص 1 كتعطيني 4 2 ناقص 2 صفر 42 صغر من 52 ديال هنا غنحبس حيت عطاني غير رقم واحد مورا الفاصله نفس الطريقه غنديرها هنا 8 صغر من 94 83 صغر من 94 غناخذ ثلاثه الارقام اذا غنخفي هذه ونخفي هذه 83 شحال فيها من 9 فيها 9 يعني عندي 94 مضروبه في 9 9 في 4 36 9 81 زائد 3 84 تعطيني 846 انا عندي 36 غناخذ 8 ناخذ 8 اذا اشنو غندير عندي 8 في 4 كتعطيني 32 غنكتب 32 جوج كنحتفظ 3 وعندي 8 مضروبه في 9 كتعطيني يا سيدي 72 زائد 3 72 هي 75 وندير العملية ديال الطرح 6 ناقص 2 كتعطيني 4 3 ناقص 5 ما يمكنش اذا خصني نتسلف ونرد السلف ديالي يعني نرد السلف هنايا غتولي عندي يا سيدي 13 ناقص 5 ولا 10 ناقص 5 كتعطيني 5 زائد 3 هي 8 وهنايا 0 كنهبط هاد الربعه هادي 844 ديال هنا شوفوا الى رديتو البالنا فاش حسبت راه لقيت 846 هنا عندي 844 اذا غناخد مازال 8 اللي عطاتني 752 4 ناقص 2 هي 2
4 ناقص 5 ما يمكنش، خصني نتسلف النهار ب 9000. ولات عندي 14 ناقص 5، 10 ناقص 5 راه هي 5 زائد 4 هي 9، هنا هي 0. هنا راه عندي الفاصله بزاف ديال الاصفار، مزيان هاد الفاصله غنجيبها هنا باش يمكن لي نهبط الصفر. ولات عندي 920، 920 شحال فيها من 94، لان هنايا عندي في 9 كحد اقصى هي 846، اذا غناخذ هنايا 9 قلنا كتعطيني 846، ياك 846 مزيان. نسافر ناقص 6 ما يمكنش نتسلف نرد 6000، 10 ناقص 6 هي 4، 2 ناقص 5 ما يمكنش نتسلف نرد 6000، 10 ناقص 5 هي 5 زائد 2 هي 7، 9 ناقص 9 0، عندي 74 صغر من 94. يعني في التمرين رقم 6 قال لك سيدي: ادعى احمد ان الخارج العشري للعددين 1489 و36 مضبوط ويساوي الخارج العشري للعددين 2315 و57، اتاكد بانجاز العمليتين في دفتري ثم اقارن. يعني نشوفوا العمليه الاولى، عندي 14.89 ديفيزي با 36، مزيان 1 صغر من 36، 14 صغر من 36، غناخذ ثلاثه الارقام، غنخفي هنايا 8 ونخفي 6، 14 شحال فيها من 3 فيها 4، عندي 4 في 6 كتساوي يا سيدي 24، 4 في 3 12 14، إذن هذه مزيانة مزيان. 8 ناقص 4 هي 4، 4 ناقص 4 0، 1 ناقص 1 0، نهبط 9، ولات هنا عندي 49 شحال فيها من 36، فيها 1 اللي هي 36 هنايا، ندير الطرح ديالي 9 ناقص 3 ناقص 6 هي 3، هنايا 1. عندي هنا فاصلة بزاف ديال الأصفار، كنهبط الفاصلة هنا باش يمكن لي نهبط هاد الأصفار، 130 شحال فيها من 36، لأن هنا غنحسب تنلقى رقمين وراء الفاصلة ونحبس، لأن عندي صفر نخفيه وهادي نخفيها، تبقى عندي 13 شحال فيها من 3، إلا خديت جوج، إلا خديت 4 عطاني 144 كبر من هادي، إذا غناخد 3، 3 في 6 هي 18، 3 في 3 9 زائد 1 10 هي 108، 0 ناقص 8 ما يمكنش تسلف 10 ونرد 9000، 10 ناقص 8 تعطيني 2، 3 ناقص 1 تعطيني 2، 1 ناقص 1 تعطيني 0، نزيد نهبط 0 آخر، 220 شحال فيها من 36، بحال قلت 22 شحال فيها من 3 فيها 7، ولكن بلاتي 36 مضروبة في 7، نجرب هو الأول، 7 في 6 42، هادي في 7 في 3 21 زائد 4 بحال قلتي 25، 252 بزاف، إذا غناخد 6، 6 في 6 36، 6 في 3 18 زائد 3 21، 10 ناقص 6 4، 2 ناقص 2 0، 2 ناقص 2 0، هنا غنحبس، عقلو مزيان شحال خرج ليا. شوف العملية الأخرى، 23 15 ديفيزي با 57، هنا تا هو غناخد ثلاثة الأرقام، 231 شحال فيها من 57، غنخفي هذا رقم الوحدات اللي هو 1، ونخفي رقم الوحدات هنا اللي هي 5، 23 شحال فيها من 5 فيها 4، 4 في 7 28، 8 كتحتفظ بجوج، 4 في 5 20 زائد 2 22، 1 ناقص 8 ما يمكنش نتسلف 10 ونرد 9000، 10 ناقص 8 كتعطيني 2 زائد 1 3 هي 11 ناقص 8 3، 3 ناقص 3 0، 2 ناقص 2 0، كنهبط 5، 35 شحال فيها من 57 فيها 0، 0 في 57 كتعطيني 0، 5 ناقص 0 5، 3 ناقص 0 3، هادو درتهم لكم غير باش تعرفوا كيفاش، أما مباشرة نجي نخدم 35 ونخدم مباشرة هنا، نهبط هاد الفاصلة هنا باش يمكن ليا نهبط هاد الأصفار اللي كاينين، 350 شحال فيها من 57، 35 شحال فيها من 5 فيها 7، ولكن هنا 7 7 49، إذا غتجيني بزاف، غناخد 6، 6 6 في 7 42، 6 في 5 30 زائد 4 تعطيني 34، ندير الطرح، 0 ناقص 2 ميمكنش نتسلف ونرد 9000، 10 ناقص 2 8، 5 ناقص 5 0، 3 ناقص 3 0، نهبط 0 غتولي عندي 80 شحال فيها من 57، غتكون 1 هي 57،
عشرة ناقص سبعة كتعطيني ثلاثة، ثمانية ناقص ستة كتعطيني جوج، 23 سبعة صغر من 57، وفي التالي هنايا عندي 36، هنا 61، هنا 40، هنا 41. شنو قال ليا؟ ادعى أحمد أن الخارج العشري للعددين هذه مضبوط ويساوي الخارج العشري للعددين. أتأكد بإنجاز العمليتين. أنا بلا ما نكمل، شوف عندي هنايا أنا راه مازال ما مضبوطش، اتفقنا أنا راه مازال ما مضبوطش، ولكن شوف معايا هنا 6، هنا 3، هنا 1، هنا 6، هنا 40، هنا 41، إذن ما متساويش. إذن أستنتج أن ما قاله أحمد أو ما ادعاه أحمد خاطئ. مزيان، شوفوا التمرين رقم 7، قال لك ان سيكليست باركور 393 كيلومتر اون 2 اور، كلي سا فيتيس مويان اون كيلومتر بار اور كوسيون ابروشي ان 0.01. قال لك الطرف خارج رقمين وراء الفاصله 0.01. اذا اشنو غندير هنا؟ غندير 393 ديفيزي بار 12. مزيان، 39 شحال فيها من 12؟ فيها اسيدي 3، 3 في 2 6، 3 في 1 3، 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 3 0. انا هبط هاد 3 هادي، 33 شحال فيها من 12؟ فيها 2، هي نعطيك 24. ديروا لا سوستراكسيون، 3 ناقص 4 ما يمكنش، إذا نتسلف و نرد السلف، 13 ناقص 4، 10 ناقص 4 6 زائد 3 9، 3 ناقص 3 0. هنا كاينة فاصلة بزاف ديال الأصفر، ندير فاصلة، نهبط صفرة تولي عندي 90، 90 أسيدي شحال فيها من 12؟ 90 بحال هكا، 9 شحال فيها من 1؟ فيها 9، ولكن 9 في 2 18، إذا جاني بزاف، غناخد 12 مضروبة في 8، نجرب 8، 8 في 2 16، 8 في 1 8 زائد 9 بزاف. نشوف 7، 7 في 2 14، 7 في 1 7 زائد 1 8 84. مزيانه، قلنا غناخد 7، هنا عندي 84، 0 ناقص 4 ما يمكنش، نتسلف ونرد السلف، 10 ناقص 4 هي 6، 9 ناقص 9 0، شحال بقى عندي هنايا؟ بقات عندي 6، نكمل الحساب هنا، انا هبط صفرة تولي عندي 60، 60 شحال فيها من أولا 6 شحال فيها من 1؟ فيها 6، إذن غنجرب أنا مباشرة 5، 5 في 2 10، 5 في 1 5 زائد 1 6، إذن 60، إذن غناخد 5 تعطيني 60، 60 ناقص 60 0، دونك سا فيتيس مويان إي 32.5 كيلومتر بار اور. نشوفو التمرين رقم 8. مزيان، أعيد وضع وإنجاز العمليات في دفتري ثم أصحح إن كان هناك خطأ. نشوفو شنو عطاونا هنا. إذن عندي العملية الأولى فيها 8024 قسمة 76، إذن صوبو هادي، شوف أشنو قاليك، الخارج العشري المقرب إلى 0.01 بالتفريط. نجيو نشوفوه، حنا نصايبو بلا ما نشوفو داكشي. إذا عندي هنا 80، هنا 76، إذا فيها 1 تعطيني 76، 0 ناقص 6 ما يمكنش نتسلف و نرد السلف، 10 ناقص 6 هي 4، 8 ناقص 8 0، كنهبط 2، تولي عندي هنا 42 شحال فيها من 76؟ فيها 0، إذا هي هادي 2 4، كنهبط 4، 424 شحال فيها من 76؟ إذن خدمت أنا ديك القاعدة ديال الخفي رقم الوحدات، تولي عندي 42 شحال فيها من 7؟ فيها 7، إذن نشوف 7، نجربها ونشوف، 7 في 6 42، 7 في 7 عاود رانا فيها 6، 6 اللي بغيت نقول، حيت 6 في 7 42، عندي 6 في 6 36، و 6 في 7 42 زائد 3 هي 45، إذن غناخد قل، هي 76 مضروبة في 5، 5 في 7 ولا 5 في 6 30، 5 في 7 35 زائد 3 38، إذا مزيانة 5، عندي 5، 5، 35، 35، 36، 38، باش نتأكد،
4 ناقص 0 4، 2 ناقص 8 مايمكنش نتسلف ونرد السلف. 12 ناقص 8 4، 4 ناقص 4 0. اش بقى عندي؟ هادي هبطها ياك، دير الفاصلة، نرد الفاصلة هنا باش نهبط الأصفار. 440 شحال فيها من 76؟ شحال قلنا في 6؟ عندي 6 هنا عطاتني 456، نحاول نتأكد. 6 في 6 36، 6 في 7 42، 45 هنا، إذن عطاتني 5 هنا، 5 تاني عطاتني 380. صفر، 4 ناقص 8 ميمكنش نتسلف 10 ونرد السلف. عندي 10 ناقص 8 هي 2 زائد 4 تعطيني 6، هنا صفر. مزيان، شحال من رقم قال لي غناخد؟ ناخد 3. تولي عندي هنا 600، 600 ديال غناخد 7، هادي 42، 7 في 7 49، 50 قول 53، 53 قريبة. غناخد 7 هنا عطاتني 532. 10 ناقص 2 8، 10 ناقص 4 6، 6 ناقص 6 0، ديالنا 68. مزيان، إذن هي هذه بيتفرد. ملي كنقول بيتفرد كناخدها هي، ملي كنقول بإفراد كنقص منها واحد. إذن هذه صحيحة. نشوفوا العملية الثانية اللي عندي فيها 6000 و230 ديفيزي بار 83. إذن عندي ناخد 62 صغيرة، غناخد ثلاثة الأرقام، ناخد ثلاثة ديال الأرقام، نشوف بعدا واش هي هاديك. مزيان، دابا نجي نجرب. 62 شحال فيها من 8؟ عندي 8 في 8 64، دابا ناخد 7. 7 في 3 21، 1 و 14 2، 7 في 3 في 8 كتعطيني 56، وغتزيد عليها شحال قلنا هنايا 21، غتزيد عليها 2 هي 58. ندير الطرح، 3 ناقص 1 هي 2، 2 ناقص 8 ما يمكنش نتسلف ونرد السلف. 10 ناقص 8 2 زائد 2 4 وهنا صفر. نهبط هاد 2 كل عندي 420 شحال فيها من 83. 42 شحال فيها من 8؟ 42 دال عندي 83، نجرب 83 في 4 حيت 5 كتعطيني 40، وغادي 4 في 5 في 3 تعطيك 15، 40 هي 41. إذن غالبا 5، 5 5 في 3 قلنا 15، 5 في 8 40 زائد هذه هي 41، 415. إذن مزيان، إذن غنديرو 5. شوفوا واش طميم الشوز اللي دارت تاهو منيت. مزيان، تعطيني 415. 0 ناقص 5 ميمكنش نتسلف من هاد السلف. إذن 5، 2 ناقص 2 0 0. هنا غادي نهبط، ندير الفاصلة هنا، نهبطها هنا باش نهبط هاد الأصفار. تولي عندي 50 شحال فيها من 83؟ فيها صفر، صفر في 83 هي صفر، هنا تبقى عندي 50، نهبط صفر آخر غتولي عندي 500 شحال فيها من 83؟ 500 بحال قلتي 50 شحال فيها من 8؟ هنا عطاتني 45، إذا غناخد في 6 ونشوف. 83 في 6، 6 في 3 18، 6 في 8 6 مضروبة في 8، بلا تفكر ثاني. 6 في 8 6 في 8 6 في 8 وقيلة كتعطيني 48 و 49، 49. إذا ناخد هادي، عندي 6، 6 هي 498. 0 ناقص 8 ميمكنش نتسلف ونرد السلف. 10 ناقص 8 عطاتني 2، 0 ناقص 10 ميمكنش نتسلف ونرد السلف. 10 ناقص 10 0، هادي ناقص هادي 0، عطاتني 75.06. 75 هنايا داري 60، إذن هادي غلطة، تعطيني 75.06. ندوز دابا نشوف العملية الأخرى شنو عندي فيها. عندي واحد الخط هنا، عندي أسيدي 10325 ديفيزي بار 97. مزيان، ناخد 103، 10 شحال فيها من 9؟ فيها وحدة، ديالنا غناخد مباشرة 97. 3 ناقص 7 ميمكنش نتسلف ونرد السلف. 10 ناقص 7 هي 3 زائد 3 هي 6. 0 ناقص 10 ميمكنش نتسلف ونرد السلف. 10 ناقص 10 0، 1 ناقص 1 0. انا هبط دابا 2،
62 شحال فيها من 97 فيها صفر، إذا تبقى لي 62. أنا دابا خمسة عندي 625 شحال فيها من 97، عندي 62، 62 شحال فيها من 9، 62 شحال فيها من 9، عندي 9 نضربها في 7 شحال كتعطيني، عطاني 63. إذا غناخد قل 9 مضروبه في 6، دينا نجرب هنايا 97 مضروبه في 6، 6 في 7 42، 6 في 9 54 زائد 4 58. إذا غناخد 6 هي 582 ياك، 6 في 42 54 زائد 4 هي هاديك، 5 ناقص 2 3، 2 ناقص 8 ميمكنش نتسلف 10 نرد السلاف، 12 ناقص 8 4، 6 ناقص 6 صفر. إذا هنا عندي 43، نهبط الفاصل هنا باش نهبط الصفر، 430، 43 شحال فيها من 9 فيها 4، نجرب 4، 4 في 7 28، 4 في 9 36، 37 38، إذا هنا 4، عطاني 388. هنا صفر ناقص 8 ميمكنش تسلف 10 ونرد السلاف، 10 ناقص 8 هي 2، 3 ناقص 9 ميمكنش تسلف ونرد السلاف، 10 ناقص 9 هي 1 زائد 3 هي 4، 4 ناقص 4 صفر. إذا نفس الشكل هنا غنهبط تاني صفر، تكون عندي فيها 4، تعطيني 388. نفس القضية غنحصل عليها هنا، 10 ناقص 8 تعطيني 2، 2 ناقص 9 ميمكنش تسلف ونرد السلاف، إذا عندي 12 ناقص 9 كتعطيني 3، وهنا صفر. إذا عندي جوج الأرقام من الرابعة فاصلة هي هادي، إذا هنا عندي 106.44 هما دارو 16.44، إذا هادي غلطة، إذا هي 106.44. إذا في التمرين رقم 9 قالك أسيدي أ و بي عددان صحيحان طبيعيان، بحيث أ هو أصغر عدد مكون من 5 أرقام، ب هو أكبر عدد مكون من رقمين، أحسب الخارج العشري المقرب إلى 0.01 للعددين. شوفوا معايا هذه، ركزوا فيها، أ شحال كيساوي لي أ؟ هو أصغر عدد مكون من 5 أرقام، أصغر عدد مكون من 5 أرقام هو أش؟ هو ألف، ألف عند واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذن هو 10,000، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هو 10,000. ب أكبر عدد مكون من رقمين هو 99، 99 هو أكبر عدد مكون من رقمين. هنا ما نديروش ديك القضية ديال راه أصغر عدد هو 0,0,0,0,1، لا، 10,000 هو أصغر عدد مكون من 5 أرقام. إذا شنو قال لي؟ أحسب الخارج، إذا هنا قلنا 10,000، إذا 0,0,0,0,1، وهنايا 99 هو أكبر عدد مكون من رقمين. إذا أنجز العملية في دفتري، إذا عندي 10,000 مقسومة على 99، هنا غناخد 100، إذا هي 1، 91 كتعطيني 99، ندير الطرح، 0 ناقص 9 ميمكنش تسلف ونرد السلف، 10 ناقص 9 هي 1، 0 ناقص 10 ميمكنش تسلف ونرد السلف، 10 ناقص 10 0، 1 ناقص 1 0، نهبط هاد الصفر هذا تولي عندي 10 شحال فيها من 99 فيها 0، 0 في 99 هي 0، هنايا 0 1، نهبط تاني الصفر تولي عندي 100 شحال فيها من 99 فيها 1، تبقى عندي 99، 0 ناقص 9 ميمكنش نتسلف 10 ونرد السلف، 10 ناقص 9 كتعطيني 1، 0 ناقص 10 ميمكنش نتسلف ونرد السلف، 10 ناقص 10 0، 1 ناقص 1 0. اش غندير؟ قال لي رقمين وراء الفاصلة، هنا راه عندي الفاصلة بزاف ديال الأصفر، باش نهبط هاد بزاف ديال الأصفر خاص هاد الفاصلة نجيبها هنا، دابا يمكن نهبط هاد الصفر هذا، 10 شحال فيها من 99 فيها 0، تولي عندي هنا 100. علاش انا هبطت جوج الاصفار تاني؟ انا هبطت صفر اخر، علاش هنا تجاوز هاد المرحلة هادي، انا ندير لكم 0.99، 0.10 ناقص 0 هي 10، بلا ما ندير هاديك، صافي باينة دابا، 100 شحال فيها من 99 فيها 1 هي 99، 10 ناقص 9 هي 1،
عشرة ناقص عشرة هي صفر، واحد ناقص واحد هي صفر، إذن هكا غتبقى لكم العملية. إذن هنا غنكونو سالينا التمارين ديال القسمة الأقلية ديال المستوى الخامس صفحة 40. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم.